ديال شطر الاياب باش كيتسمى لحد الان هذه رابع تجربه لبعض الشماطات اليوم الشماطات. وشوف هي تجربه اللي جديده اللي ان شاء الله غادي تعاوننا في التحكيم المغربي بعد كما قلت من بعد هذا اللغط وهذه المشاكل الكبيره اللي رافقت هذه الدورات تاع الذهب. كنتمنوا ان هذه التجربه هذه يعني تعاوننا في التسيير تاع المقابلات و الحمد لله حد الساعه دازوا واحد 4 المباريات بنجاح كبير. كنتمنوا هادشي يستمر وكنتمنوا ان الفرق الوطنيه حتى تنخرط معنا في التجربه باش تساعدنا في النجاح ديالها ان شاء الله. شوف هو الضغط ديما غادي يكون لان الضغط كيجي لان الحكم كيبغي يقدم احسن ما عنده هو اللي كيخلي هذاك شويه تاع الضغط اللي كيطيح فيه. مي الفار غادي يعاون ان الحكم كيعرف بانه عنده واحد لو سيبور عنده واحد كما كنقولوا حنا عنده واحد الباراشوت اون كاد بوزوان كيستعملوا. مي كما قلت لكم هي عندنا واحد النسبه كبيره ديال هذوك الاخطاء المؤثره والكبيره غادي تمشي غتبقى لنا واحد النسبه اللي كتكون مثلا كتكون واحد القرار اللي بين وبين كما كنقولوا حنا في الكره كيكون واحد ضربه جزاء اللي واحد يعطيها واحد ما يعطيهاش. هنا فاش كتكون واحد شويه تاع لا ديفيكولتي بارابور الفار. مي كنتمنوا اننا ان شاء الله حنا كحكام نحاولوا نوحدوا القرارات ديالنا باش يكونوا عندنا القرارات تكون موحده ان شاء الله ويكون الفار يعني يعاوننا في التدبير تاع المباريات ان شاء الله في مرحله الايام. الملاعب كلها الحمد لله دابا راه متوفر فيها الناس داروا لي تيست راه دابا تقريبا هذه 6 شهور ولا 7 شهور والناس خدامين على التقنيه و يعني تقريبا الملاعب ديال الفرق اللي كتنتمي للبطوله الوطنيه البطوله الاحترافيه واحد كلها تقريبا دازوا فيها لي تيست تاع الفار و يعني راه كاينين جوج ديال المباريات غدا وكاين جوج مباريات نهار الثلاثاء ونهار الخميس ان شاء الله. بغينا غير حتى الاعلام ينخرط معنا يكونوا دورات تكوينيه يعرفوا الناس خاصنا حتى نعرفوا الجمهور شنو هما الحوايج باش كتدخل هاد التقنيه باش كتدخل باش ما كتدخلش. هادشي غادي يساعدنا باش حتى حنا نوعيو الجمهور وان شاء الله فاش يوصلوا عندنا الدورات الحاسمه يكون الجمهور عارف عارف وتعقل مع هاد التجربه هادي ان شاء الله.